ونذكركم كذلك بالنسبة للناس اللي يتحايلوا على القوانين الجمهورية وتصريح الكاذب، أكثر من 2000 قضية راهي في العدالة، لأن كل اللي نحكموا ملف أعطانا وثيقة مزورة تصريح كاذب إلا والملف نتاعه يتحول للعدالة. أكثر من هذا نقول لكم باللي كان أكثر من استرجعنا أكثر من 80 وحدة سكنية، الناس سكنوا ومن بعد ما سكنوا اكتشفنا باللي فيه تزوير، تم اللجوء للعدالة واسترجعنا 80 وحدة سكنية، وفيه كذلك كمية من السكنات راهي في الأروقة نتاع السلطات القضائية. نقول أكثر من هذا، بودي كذلك نقول لكم حاجة، في هذه العملية 22 كان 104 عائلات طعون تاعهم حظيوا بالقبول، إن شاء الله نسلموا لهم السكنات في هذه المرحلة هذه نتاع 22. 104 عائلة، بقينا 10 عائلات الملفات نتاعهم راهي مازال تضبط، لأن فيها تحريات، فيها تحقيقات، فيها إجراءات. وباب الطعن احنا راه يبقى دائم مفتوح، ورانا ناخذ الترتيبات باش ان شاء الله كل يولعوا الطعونات نعطوهم الاجابه، سواء كان بالقبول او بالرفض.